بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اطراد دالة. طبعا اطراد دالة بنستخدمه مثل حالة اثبات صحة متراجعة. عندي x اكبر او يساوي لوغاريتم من 1 زائد x، وذلك مهما كانت x تنتمي للمجال من ناقص 1 للزائد لا نهاية. طبعا هذا سؤال اجى بدورة ال 19. اول عمل ننقل اللوغاريتم للطرف الاول. طبعا احنا قلنا الخيار اما ننقل الاكس او اللوغاريتم. طبعا الاسهل لي ننقل اللوغاريتم للطرف الاول. سميت اكس ناقص لوغاريتم اكس، طبعا هي عباره طبعا اكس ناقص لوغاريتم الواحد زائد اكس سميته اف الاكس. معناتها الاف الاكس هو عباره عن داله، هي عباره عن اكس ناقص لوغاريتم الواحد زائد اكس، داله معرفه مستمره اشتقاقيه على المجال من ناقص واحد للزائد لا نهائي. طبعا احنا بالنسبه لنا مشتق الدالة بنعدم المشتق بنحل بنعوض بعدين نرسم جدول تغيرات. طبعا اشتق لنا الدالة مشتق الـ x واحد، مشتق اللوغاريتم واحد زائد x هو عبارة عن واحد مشتق ما بعده على حاله على x زائد واحد. بالاصلاح نجد ان الاف فتحة x هو عبارة عن x زائد واحد. وقت بنعدم المشتق بس كان عندي كسر بنعدم مين؟ بسطه. يعني اف فتحة x يساوي صفر معناتها x يساوي صفر. اف الصفر صفر زائد لوغاريتم الواحد زائد صفر يعني لوغاريتم الواحد، طبعا كمان قيمته صفر، معناها صار اف الصفر يساوي الصفر. نرسم جدول تغيرات. جدول التغيرات عبارة عن أول شيء السطر الأول عبارة عن مجال التعريف من ناقص واحد للزائد للنهاية. السطر الثاني اف فتحة اكس، السطر الثالث اف اكس. طبعا الاكس صفر، اف فتحة صفر صفر، اف الصفر يساوي شئات صفر. طبعا بالنسبة للإشارات، بالنسبة للإشارات طبعا نحن بالنسبة لنا بناخذ قيمة أكبر من الصفر ومنعوض. ناخذ بالواحد، واحد على واحد زائد واحد صار نص، قيمته موجبة. إذا اخترت قيمة ما بين الناقص واحد والصفر رح تطلع قيمة سالبة، معناتها السهم نزل لتحت طالع لفوق. عمليا من جدول التغيرات نجد أن اف اكس أصغر قيمة له هي الصفر، اف اكس أكبر أو يساوي الصفر. طيب الاف اكس اكبر او يساوي صفر، معناتها اكس ناقص لوغاريتم الواحد زائد اكس اكبر من الصفر. طيب اذا نقلت اللوغاريتم للطرف الثاني صارت اكس اكبر من لوغاريتم الواحد زائد اكس، وبالتالي اثبت صحه المتراجعه. ناخذ مثال ثاني. المثال الثاني هو عباره عن اي اكس اكبر او يساوي اكس زائد واحد. طبعا هو عبارة عن طلبين او سؤال عن عبارة عن شقين. الشق الاول هو نفس السؤال اللي قبله، والسؤال الطلب الثاني هو عبارة عن استنتاج نهاية اي اكس تساوي زائد لا نهاية عند اللانهاية. نجي نفس الخطوات. طبعا الخطوة الاولى نقلت الاكس زائد واحد للطرف الاول، كل حد منه من طرف لطرف بنغير له اشارته. صار عندي اف اكس اكبر او يساوي صفر. مين الاف اكس؟ هي عبارة عن اي اكس ناقص اكس ناقص واحد، دالة معرفة مستمرة واشتقاقية على ار. ليش؟ لان هي عبارة عن دالة صحيحة بالاضافة لدالة اسية، تنها معرفات على ار. نشتق الدالة، مشتق الاي اكس نفسه، مشتق الناقص اكس ناقص واحد. طبعا نشتق نعدم، فتحة يساوي صفر، اي اكس ناقص واحد يساوي صفر، اي اكس يساوي الواحد. طبعا اي اكس يساوي الواحد عندما اكس شد يساوي الصفر. بنعوض اف الصفر يساوي اي صفر ناقص صفر ناقص واحد. نتيجة تساوي الصفر. نرسم جدول تغيرات. الحق الأول عبارة عن مجموعة تعريف من ناقص لنهاية لزائد لنهاية. الحق الثاني اف فتحة اكس، الثالث اف الاكس. طبعا إذا جينا طلعنا الاكس عندي إياها صفر، والاف فتحة عندي إياها تساوي شئات الصفر، اف الصفر شئات تساوي عندي إياها تساوي الصفر. طبعا إذا طلعت على الجدول اف اكس أكبر أو يساوي الصفر. طبعا إذا اف أكبر أو يساوي الصفر معناتها اي اكس ناقص اكس أكبر أو يساوي اي اكس ناقص اكس ناقص واحد اكبر يساوي صفر. نقلت الاسم ناقص اكس ناقص واحد للطرف الثاني، وبالتالي استطعت اثبات صحه المتراجعه. بالنسبه للاستنتاج، هو المطلوب مني استنتاج اي اكس نهايه اي اكس عند الزائد لنهايه تساوي زائد لنهايه. انا استطعت ان اثبت المتراجعه، طلع اي اكس اكبر من اكس زائد واحد. طبعا اذا اخذت نهايه اكس زائد واحد عند اللانهايه، بما ان نهايه الصغير تساوي زائد لنهايه، فمن باب اولى نهايه اي اكس تساوي زائد لنهايه، وذلك حسب مقارنه الاحاطه رقم 2.